بعد سنوات من الجهود المبذولة ومحاولات العرقلة المستميتة، قانون قيصر الذي سيعاقب نظام أسد وداعميه واللاهثين وراء إعادة العلاقات الدبلوماسية معه في مرحلة صدوره الأخيرة. من هم السوريون الذين كانوا وراء استصدار هذا القانون؟ وما هي طبيعة الجهود التي بذلت خلال سنوات عدة؟ ما أثار قانون قيصر على نظام أسد وحلفائه؟ وكيف سيغير شكل وجود النظام في العلاقات الدولية؟ القصة كاملة في حلقة خاصة من تفاصيل تأتيكم على أورينت في الأوقات التالية.